تعاني مدرسة أبو نجيم المركزية ببلدية سرت من الإهمال، حتى أصبحت مدرسة شبه مهجورة من المعلمين والتلاميذ. إذا مر الوضع لهذه الحالة أنا أضطر أن نقفلها المدرسة. أنا واحد من المسؤولين قال لي بالله بنوصيك وصات وساعة، قلت له شنو؟ قال لي بالله وين تطلع سكر المدرسة. آخر واحد عرف أن المدرسة حي الناس حتهاجر. أنا في 2016 كانوا عندي 230 طالب، في 2017 نقصوا النص، في 2018 أقل، الآن عندي 56 طالب في 2019-2020. أنا مش معقول أن المدرسة مسؤول عنها وتقعد بالصورة كذي. وقالنا نقف له المدرسة، سكرها ونمشي نرحلوا كلنا للمدن. المدرسة التي تأسست عام 1983 وخرجت العديد من الأجيال تحتاج إلى صيانة دورية للفصول ودورات المياه، إضافة إلى الملعب والباب الخارجي لها. لا دعاني إلى أن نتكلم عن هذه المدرسة إلا أنه كانت في يوم من الأيام سوف تغلق أبواب المدرسة، لأن الصف الأول به طالب واحد والصف الثاني به 7 طلبة، ونظرا لأنهم تقلصوا من قلة الإمكانيات والمعلمات، نظرا لنقص لم تتعدل ظروفهم، حتى المعلم لا نظلمه لأنه لم تتعدل ظروفه المادية أو المعنوية وبكل معنى الكلمة، يعني لا تسوية ولا أي شيء من هذا النوع، فهذا اللي خلاه، ما نظلماش عن المعلم. رغم قلة الإمكانيات والتقصير تواصل المدرسة القيام بمناشط عدة، لكنها تظل رهن الإقفال، ما يتسبب في فشل جيل بأكمله نتيجة تعطله عن الدراسة.